مرحبا مرة أخرى دكتور محمد غنام، باش نرجع بك توا القروان، والقروان فيها مدرسة القيروان الطبية، وعندنا أسامي برشا من الجزار اليوم معروف عالميا، كذلك ثم إسحاق بن النعمان، ثم العديد من الأطباء، والأعمال نتاعهم ترجمت للاتينية، وربما الطب في الغرب بدا من الطب نتاع العرب والمسلمين في الوقت هذاك، اي وقتك الفتره الباهيه نتاع القرن التاسع والعاشر ميلادي. ثم مشروع مدينه طبيه في القروان. انا توا سؤالي ربما القروان كيفاش نلقاوها اليوم في ميدان الطب، وكيفاش يلزمها تكون في المستقبل؟ القروان في تونس، اي وتونس معناها طبيا خاصها برشا امكانيات، اي ثم تكوين الاطباء وثم الاطباء وثم الامكانيات وثم المجتمع وثم اللي يحكموا فينا، يلزمهم كلهم يمشوا مع بعضهم باش نجدوا كل في طريق واحد. الوضع الحالي توا وضع خطير جدا، خطير على خطر الكفاءات متاعنا الطبية قاعدة تخرج بصفة مهولة. يلزمنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في الوظيف هذا باش يقل، وهنا ثم الحكومة كيفاش تنجم تغير الوضع، تحسن الوضع، تزيد الإمكانيات، وثم الأطباء متاعنا يلزمهم يعرفوا، وأنا متيقن من هذا، وأنه اليوم الغرب خاص كفاءات طبية وحاجته بالأطباء ويقبل فيهم بكثير بصفة كبيرة جدا، ويستغل فيهم بصفة كبيرة جدا، ولكن اللي يحب يخرج كل هذا اللي نحب نقوله اليوم يزم يعرفوا اللي وانا في الجامعة ونعرف شو مش يقع الثغور هذا متاع الأطباء في الجنوب في الغرب بعد 10 سنين 15 سنة يكونوا الأطباء نتاعهم ما عادش حاجتهم. وأولاد الأطباء اللي يمشوا اليوم هم مش يلقوا مشكلة كبيرة، وأنا متيقن من هذا، أولادهم هم مش يدفعوا الفاتورة. مش يدفعوا الفاتورة علاش؟ أولا الثغور هذايا مش يمشي على روحه، خاطر قاعدين يكونوا زدنا 35% من الأطباء في فرنسا، أنا من هنا العشر سنين أخرين معشق. وتشوف أنت اليمين المتطرف قاعد يزيد كل يوم في الغرب، وقت اللي أنت اليمين المتطرف مش يوصل للحكومة ومش يبقى فيها ومش يوصل، خاطر الحكومات متعتوى ما حسنتش الوضع في الغرب، دونك مش الامين مش يخلط وما ثماش هذاك الثغور مش يمشي على روحه. انا قلت لك وقت اللي مشيت نطلب، كنت من احسن ليزانترن، ما قبلونيش لان اسمي محمد، قبلوني كان وقت اللي انا عملت سيرفيس خاطر هما حاجتهم بيا. ولذا يلزم اللي يمشي اليوم يفكر في ولاده، وبرشا قاعدين غالطين ماشي غادي كنفكر في ولادي. اي باش يكون له كله، لكن بعد باش يكون هما ضحية. لا 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 لا. لا لا. أول حاجة أولادنا غاديك في فرنسا وغير فرنسا معناها عندهم حرية مطلقة أكثر مننا نحن.
والحاجة الثانية عندهم إمكانيات للترفيه أكثر مننا نحن. والحاجة الثالثة أنت وقت تهز ولدك عمره عامين وثلاثة وأربعة وخمسة سنين وبعد يلزمه يولي يواجه حياة أخرى ومجتمع آخر ويلزمه معناها يلزمه ينادابتاسيون من جديد وكل شيء يمكن يلقى صعوبات وفي بالي يمشوا من هناك كل معناها أولادهم يمشوا غاديك باش فهمتوا لا يلقوا مستقبل يمكن ما يلقوش مستقبل ويمكن يلقوا صعوبات أكثر من اللي يلقوه في بلادهم وفي بلدان أخرى. ولذا أنا نحذرهم من هذا لأن نشوف فيهم لما نشوفتهمش مع أولادي خاطر كبار أولادي أما نشوف فيهم مع أحفادي أولاد أولادي وبنات أولادي ونشوف بورتون معناها فرنساويين وخالقين في فرنسا وأمهم فرنساوية وجدهم فرنساوية فهمت ونجم خاطر اسمها ليلى وخاطر اسمه واسمه لطفي واسمه سفيان لا غالب هذيك مش نسلك انت تو بعد 50 سنه في فرنسا تحس في روحك شرقي ولا غربي قداش نسبه الشرقي وقداش نسبه الغربي شوف والله العظيم عمري 50 سنه عمري ما سمعت غنايه فرنسويه ولا اجنبيه نسمع فيهم كلثوم وعبد الحليم وفايز احمد والله العظيم عمري التو ما نسمعش ولذا انا ومرتي كيف كيف راه عندنا معناها ثقافيا عرب وثقافيا عندنا ثقافيه معناها مغربيه وشرقيه وخذينا من الغرب خذينا منه اللي يصلح اللي نحن في نظرنا يصلح وثم برشا حوايج ما ناخذوهاش ما ناخذهاش خاطر في نظرنا معناها تتضارب مع العقيدة متاعنا تتضارب مع تاريخنا تتضارب مع عاداتنا ما ناخذهاش ولكن تنجم تعيش في دولة ديمقراطية تعيش بعقيدتك تعيش بتاريخك تعيش بالعادات متاعك إذا كان أنت ما تضرش الآخر ولا ما تعداش على الآخر تنجم ولذا أنا عايش كتونسي في فرنسا ودايور نسكن في برباس كني في تونس نخرج عندي نحب نرجع شويه ترى ثم في تجربتك وفي سفراتك وفي البلدان اللي زرتها اكيد ثم بلدان اللي عاشت نفس الاشكاليه نتاع قله الاطباء اللي هما يهاجروا برشا ثماش حل اللي ريته ولا حل اللي نجموا نعاونوا به المستشفيات في تونس شوف والله السؤال هذا سؤال معناها جيد يقول وجيه وجيد وجيه سؤال وجيه وجيه اي اي انا نعرف وجيه طبيبك اللي وين زاد وجيه اي انت وجيه انت وجيه مشيت لوجيه اي هذا سؤال وجيه انا في نظري اللي يحب يخرج من تونس بالطبيب والمهندس ما تنجمش فهمت ولا تنجمش تمنعه لانه عنده ظروفه الخاصه ثم ظروف ماديه ثم ظروف عائليه ثم ولكن انا في نظري يخرجوا كل تونس من تونس يبقوا عندهم حنين كبير لتونس ويلزمنا نرجعهم اولا نقصوا شويه في النزوح نزيدوا شويه امكانيات واحترام للطبيب لانه برشا مش محترمين في الاسعاف وكل شيء كيفاش نجموا نرجعوا انا ما حكيت لك بكري في الفيتنام عملوا سبيتار والسبيتار هذا ما يخدموا فيه كان اللي الفيتناميا معناها اللي في العالم كامل هاجروا ويخدموا في بلدان العالم ولكن يقولوا لهم كل واحد يقولوا تنجمش تعدي 7 أيام في سبيتار كذا تنجمش تعدي من كل اختصاص يا اخي السبيتار هذا ما يخدم كان بالفيتناميين يخرجوا اللي يعملوا البرة اللي يعملوا البرة ولا بما انه تجارب تجي من العالم كل اجمع ولا هو معناها المستشفى اللي القطب الطبي نتاعهم القطب الطبي نتاعهم ونحن نعرف التوانسة عندهم حنين كبير لتونس ونجموا معناها التجربة هذه نعملوها في تونس انا مش نقترحها التجربة هذه خاطرنا كل تونسي نعرفه طبيب يحن لتونس
ويحب يرجع لتونس ويقول لك وكان الوضع في تونس يتحسن نرجع لتونس. معناها كل واحد يعطي اسبوع ولا اسبوعين عمل تونس ويخلص نصور هيك يعني. يجيب ليش يجيب ليش ولا لا يخلصها اي يجيب ليش تقول له يجي يخدم سبع ايام في تونس يجي يخدم. ثم نحب تو لانه ضيق الوقت باش 12 في افريل 2024 يعني الشهر يتعدى رئيس الحكومه اعلن على تاسيس المؤسسه الطبيه لمدينه القيروان الاغلبيه، هذه المدينه الطبيه اللي تحث عليها عندها مده، وعملوا باش تعمل هي دراسات ووضع البنيه التحتيه الى اخره. والمدينه هذه حسب ما اعلنت رئيس الحكومه فيها عديد الاختصاصات، يعني هي مدينة كاملة فيها فضائيات جامعية، قطاع صحي مخصص للصحة، توليد الطاقة البديلة، وحدة للتطهير تحترم لينورم تاع الOMS، مركز طبي، قطب للطب النفسي، ثم استعجالي، ثم مساحة عسكرية متعددة الاختصاصات، ثم وحدات سكنية ديزوتيل، ثم فضاء سياحي مركب تجاري، ثم ملاعب رياضية، فضائيات للترفيه إلى آخره، وباش تخلق 42 ألف موطن شغل. تبعتوا المشروع هذا، جاش نهار فرصة أنه إنسان نتحدث معاك من مسؤولين أنا خاطر الدكتور محمد غنام تبارك الله يعني نحب الناس كل نعرفوه فهمتك اللي نستشيروه معناها اللي مش كان في طب القلب ولا في المرض ولكن ما شاء الله مع العمل الجمعياتي مع المسؤوليات اللي خذاها في الـ في الـ في أوروبا مع الكتب اللي كتبها مع المحاضرات اللي ثماش كون تلفت لك قال لك دكتور محمد غنام اش قولك في هالمشروع ولا والله حتى هذا مسني كان انت الساعه هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه انا ما نحبش الدراسه، نحب نزورها المدينه الصحيه، نحب نشوفها بعد ما يتم انجازها معنا. لا وقت يتم انجازها انا نجي ونخدم بلاش، واضح نعطي وقتي كل وقتها، نبدا انا روتريتي نجي ونخدم فيها كل يوم حسب وضعيتي الصحيه بليش، ولكني لازم نشوفها. اذا كان الدراسات تبقى دراسات نجمو كل يوم نخرجوا دراسه، كل يوم نخرجوا دراسه. انا نعطي الثقه، انا اولي نعطي الثقه في الدراسات وإن شاء الله تتكون. أما أنا ما نقول ثم مدينة صحية اللي ما نشوفها، واضح مادام ما شفتهاش، مادام ثم دراسة وإن شاء الله نلقوا معناها الإمكانيات باش نبنوها وباش نعملوا مدينة صحية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن نختم بعض الأسئلة هكا السريعة، أنت ما شاء الله يعني متعددة النشاطات ما شاء الله، يعني كلي ربي يشدك في صحة البدن وتواصل في النشاطات هذه، كيفاش نجم توفق يعني بين المحاضرات بين العمل يعني اليومي في السبيطار الكتابة يعني العديد من التدريب الأطباء إلى آخره؟ هذيك يلزم الناس يعطوا فيك الثقة ويلزم تعطي حق الناس ويلزمك تعطي الثقة في الناس، تخلي الناس تخدم على روحها. أنا أنت عندك خطر، هو العمل راهو عمل جماعي، ما تنجحش وحدك ما ثماش يعني. بالضبط ما تنجح كان معناها في في في, في الطاقم نتاعك ليكيب نتاعك. أنت وقت اللي تخرج من المستشفى باش تعمل محاضرات وكل شيء وتشارك في مؤتمرات، أول حاجة أنت تشارك في المؤتمرات بدراسات القسم نتاعك، دونك تعرف بالقسم نتاعك، لك أنت وزير الداخل الخارجية، ماكش رئيس وماكش وزير أول في الوقت، أنت وزير الخارجية، أنت يلزمك تعرف بالقسم نتاعك وتعرف بأطبائك اللي يخدموا معاك وتعطيهم حقهم وكل حد اسمه وكل شيء، هذه في الأحد. وقت اللي انت تكتب كتاب والناس كل يعطوا فيك الثقه اللي باش يبعث لك الدراسه نتاعه ولا الكتاب نتاعه مش تخرج في كتاب، مش تخرج في كتاب، هذه الحاجه. والحاجه الثانيه عنده فيك الثقه طبيا وعلميا، تولي انت بالتليفون
نقول له بالله يسمع عندي شابيتر كذا وكذا تكتبه لي عندك 10 باجات وتبعثه لي قبل نهار كذا وكذا فت المشكلة. صحيح. عندي سؤال آخر، عندك ندوة قريبة، ندوة عالمية كبيرة، وشكون رئيسها سي محمد؟ اي هذه في مونبلييه هذيك انا رئيسها واللي وعلاش بكري نتحدثوا شويه هي في مونبلييه وانا رئيس المؤتمر. وكي تشوف انت معناها عندي حاجتين مختفر بهم او مفتخر بهم. اول حاجه انا كنت رئيس في حتى الان انا رئيس المؤتمر وانا العربي الوحيد وهو انا العربي الوحيد في الكوميتي اورجانيزاسيون. الحاجه الثانيه هي كمان تعرف اللي انت مونبلييه هي اول مدرسه اوروبيه في امراض القلب وبدوا يدرسوا بالكانون تاع القانون تاع افيسين تاع ابن سينا. ابن سينا ومش نزور المتحف نتاعهم باش نشوف كتاب ابن سينا ان شاء الله. وانا مفتخر جدا اللي مش نترأس معناها مؤتمر وين ابن سينا كتابه كان يدرس حتى القرن 15. مش خل انا نحب نبارك لك في الخمسينيه نتاع كليه الطب بسوسه الجائزه السنه 2024 لشكون تعطات الدكتور محمد غنام. فريمون برافو، يعطيك الصحه وكلي فرحت لك برشا وكلي نصور القراوه الكل وتوانسه الكل الناس كل يعرفوك باش يفرحوا لك برشا لأن الجائزة هذه جائزة قيمة واللي خذوها يعني من مستوى عالي جدا. مبروك دكتور محمد غنام. عايش. نحب نخدم الحصة بشنو عطاوك كجائزة في التروفي ابن الجزار. ابن الجزار يعني فخر آخر لأنه قروي. أي. طبيب من القيروان. مصنوع وين بالله؟ ولا مصنوع في القروان. مصنوع في القروان. العام فات عطوها لليعقوبي ذيك. اي دكتور يعقوب شنعت والي لينا يعني فخر. اي انا فخري هو كونه فيها ابن الجزار. ممتاز. انا نحب نختم بهكا رساله تعطيها للشباب سواء طلبه في الطب ولا شباب بصفه عامه توانسه باش ننصحهم معناها في كلمتين. ننصحهم اول حاجه بالعمل، والحاجة الثانية هو غير اليأس لأنه اليأس ما يوصل لحد شيء. والحاجة الثالثة هو كونه نحن في تونس لا أضعف ذهنيا ولا أقل ذكاء من الغرب. وأنا عشت في الغرب 50 سنة ونعرف مقدرة التونسي ونعرف ذكاء التونسي ونعرف عمل التونسي. المهم كونه بكلنا نعمله ونجبده في معناه ديما في طريق واحد باش نوصل. ولكن يلزم كل واحد اول حاجه يخمم اللي هو يمكن يخلق مستقبله ما يقيسش. ممتاز، يعطيك الصحه دكتور محمد غنام. بالحق سعيد جدا انك كنت معنا في الاستوديو. تجربه حياه، معلومات قيمه، بارك الله فيك على انك قبلت الاستضافه. انا واحد من الناس استنفعت برشا من الكلام اللي قلته لنا الكل. الناس استفعت برشا من السؤالات. واكيد انه المستمعين حياتي فاملي نحييهم باش يكونوا يعني مستمعين جيدين للدكتور محمد غنام. بارك الله فيكم ونشرك نشكر اذاعه حياه واصدقائي سي محمد ليوان. دكتور محمد ليوان. سي طارق البرهومي نعرفهم. هو طارق برهومي هو جابني القروان اول مره ساعه. هو محمد ليوان. استدعوني تو عنده 20 سنه فك اول مره استدعتني القروان ورجعت القروان. والقروان راي بلادنا. بلاد في بلاد راي. بلاد في بلاد. تونس بلادنا والقروان بلادنا ويزم الكل. والله ياك الحنين المنصوره ما تصورش في العقل. والله ما تخدش عليها. يعطيك الصحة دكتور. بارك الله فيكم. بارك الله فيك سيدي. وإن شاء الله في مرة أخرى. إن شاء الله في فرصة أخرى. في فرصة أخرى. بارك الله فيك. يعيشك. بارك الله فيك.